باب توبة من قتل 99 إنسانا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. باب إن رحمتي غلبت غضبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، وفي رواية على نفسه، وفي رواية كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. باب جعل الله الرحمة 100 جزء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل، وفي رواية خلق الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزء وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم السبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها بسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. باب لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدنا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بفضل ورحمة. وفي رواية: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية: والقصد القصد تبلغ. باب ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وفي حديث المغيرة رضي الله عنه: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وفي رواية معلقة: لا شخص أغير من الله. وفي حديث أسماء رضي الله عنها: لا شيء أغير من الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. باب ستر الله على المؤمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد:
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. باب سعة مغفرة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. فغفر له. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله. باب من أذنب فاستغفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت آخر فاغفره. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا قال: ربي أذنبت آخر فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك. كتاب المنافقين. باب إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي، وفي رواية: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وفي رواية: من حوله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، وفي رواية: فلامن الأنصار. فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. فقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، وفي رواية إلى قوله: هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال: إن الله قد صدقك، وفي رواية: فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم، وقوله: خشب مسندة. قال: كانوا رجالا أجمل شيء. باب من كفر بعد الإسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. باب قلة من آمن من اليهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود.
كتاب القيامة، باب قوله وما قدر الله حق قدره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر وفي رواية والأنهار على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع وفي رواية ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وفي رواية تعجبا وتصديقا لقول الحب. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية والجبال بدلا والماء والثرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه: بدون أين ملوك الأرض. باب صفة أرض المحشر. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. باب كيف الحشر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. باب قوله الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. باب ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا. وفي رواية: يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفدي به. قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. كتاب الجنة. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، وفي رواية ولا تحاسد، لكل امرئ منهم زوجتان، وفي رواية من الحور العين، كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشيا، لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون، وفي رواية لا يبولون ولا يتغوطون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة، ورشحهم المسك.
وفي رواية على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. باب أهل الجنة على صورة آدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. وفي رواية: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. باب كلام الرب مع أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. باب تفاضل أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب نزل أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا النبي: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وفي رواية: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وإني جئتكم بحق، فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. وفيها: فخرج عبد الله بن سلام فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب
وظل ممدود عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الراكب الجواد المضمر السريع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقرأوا إن شئتم وظل ممدود. باب حور مقصورات في الخيام. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا وفي رواية طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. باب حجبت الجنة بالمكاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. باب أكثر أهل الجنة. عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. كتاب النار. باب صفة النار وأنها مخلوقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. باب أهون أهل النار عذابا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. عن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم هو في ضحضاح من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. باب قوله وتقول هل من مزيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله وفي رواية قدمه فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا وفي رواية وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك. وفي رواية بعزتك وكرمك. باب ما بين منكبي الكافر في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. كتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وفي رواية استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث.
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر وفي رواية يريد أزواجه لكي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة باب نزول الفتن كما واقع القطر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى وفي رواية قالوا لا قال إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال قال إنك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وفي رواية وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة وفي رواية والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان وبما هو كائن عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلا قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فراه فعرفه عن عمر رضي الله عنه معلقا قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا وفي رواية ثلاثا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان باب هلاك كسرى وقيصر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم وفي رواية هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف هو ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب تقتل عمارا الفئة الباغية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال في ذكر بناء المسجد كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.